اهلا وسهلا يا فندم. منورني ومشرفني. احنا على فكره احنا بنطلبك بقالنا فتره، بس انت اللي اشتغلت عننا. ماشي يا استاذ نشأة. معلش احنا اسفين جدا، بس احنا عشان خاطر بدأنا العمليه الانتخابيه من حوالي يعني ساعه، الله يقويك. قول لي الاول، الدنيا عندك عامله ايه؟ الجاليه اخبارها ايه؟ بتتقابلوا ازاي؟ بتتفقوا ازاي مع بعض عشان تتواصلوا؟ والله هو الجميل جدا في وجود الانتخابات او اي عرس وطني، سواء كانت زياره الرئيس او كانت انتخابات، فده بيكون زي عيد مصري لان احنا بنتجمع فيه، سواء كنا مسلمين مسيحيين، كل الطوائف بتتجمع وتبقى متحده ورا بلدها، وبيبقى اليوم جميل لهم ولاولادهم ولاسرتهم. طيب قول لي بقى، انا عارف ان انتوا بتجهزوا لليوم ده من فتره، يعني انتوا مش لسه بتجهزوا من دلوقتي، التجهيز بدأ احنا بقاله قد بنجهز ايه؟ من شهر، احنا بنبدا من قبلها بشهر تقريبا، لانه بيبقى في عندنا ولايه نيويورك او القنصليه في نيويورك بتكون في الوسط ما بين عده ولايات زي نيوجيرسي وكناتيكات وبنسلفانيا، كل الولايات القريبه من نيويورك، فلازم يكون في تنسيق ما بيننا وما بين الجاليات الاخرى اللي في الولايات الاخرى. يعني طب انت مكانك فين اصلا يا استاذ نشأة؟ انا مكاني في الامم المتحده، جنب الامم المتحده، انا ساكن في نيويورك في منهاتن جنب الامم المتحده بالظبط. يعني انت جنب ده، انت جنب القنصليه على طول يعني. انا جنب سياده السفيره مباشره. ما شاء الله عليك، انت حظك حلو، انت دايما يا استاذ نشأة. سياده السفيره معانا هنا العظيمه هويد عصام، هي في انتظار حضراتكم، انا بلغتها ان حضراتكم تبقوا معانا على الهواء، فهي في تمام. انتظار حضراتكم. يا ريت يلا هاتها معانا على طول، احنا جاهزين. يلا بينا يلا بينا يا يلا شباب، بينا نروح سعادة السفير. سيادة السفير العظيم. المحور. على سوا النشاط. سعادة السفيرة بنرحب بيكي طبعا معانا برنامج 90 دقيقة على المحور، و بنبارك لك طبعا على المشهد الجميل اللي احنا شايفينه والتجهيزات الرائعه الموجوده يعني. شكرا يا فندم، شكرا يا فندم. اتفضل. كلميني بقى عن الحضور والتجهيزات لليوم ده، كانت تمت ازاي يا فندم بعد اذنك؟ احنا جالنا التعليمات طبعا من اللجنه العليا، التعليمات اللي بد ان احنا نستوفيها من حيث الشكل والمضمون لانضباط العمليه، وانه القنصليه تتحول الى لجنه انتخابيه حقيقيه، وهو ما حدث بالفعل، تم الاستيفاء. عملنا كذا اختبار عملي من بدايه اصطفاف المواطنين تحت في على الرصيف الموازي للقنصليه، الى انتهاء العمليه التصويتيه وخروجهم من المبنى. لغاية دلوقتي كل حاجة بتتم بسلاسة، والمندوبين عن المرشحين موجودين معانا، والإقبال. احنا النهاردة يوم جمعة، يوم العمل، يوم عمل في الولايات المتحدة. صحيح. ومع ذلك الحقيقة يعني انه انا كنت متصورة ان اليوم هيبقى اخف من كده كتير ويزداد غدا والسبت والحد، لكن الحقيقة يعني انه انا يعني مندهشة اندهاش سعيد يعني انه صحيح. والله عايز اقول لك سعاده السفيره، احنا كلنا توقفنا عند النقطه ديت، يعني احنا قلنا دايما ان في الجاليات العربيه طبيعي عشان يوم جمعه اجازه يبقى في زحمه او في اقبال، وقلنا ان اوروبا تمام. مثلا سبت وحد ممكن الزحمه، لكن احنا نلاقي الحشود دي موجوده النهارده، او الاقبال ده، يعني مش هنقول حشود، الاقبال ده موجود النهارده، ده شيء مهم. بالظبط. لا الحمد لله، الحمد لله يعني لم اتوقع، واللي شايفاه دلوقتي الحقيقه يدعو يعني واللي جايين كمان ناس يعني واضح ان كل واحد رايح بعد كده على عمله، فيا اما هو استاذن يا اما واللي جايب شايل طفل ابنه معاه، يعني بتشوف مشاهد يعني تدل على الالتزام القومي يعني والوطني يعني. طيب سعادة السفيرة، هل لما تتواصلوا مع الجاليات في شكاوى معينة مثلا، هل عندهم مشكلة في التنقل من الولايات؟ يعني ايه اهم الحاجات اللي اتعرضت على حضرتك او كلموك فيها يعني؟ هو الأكيد دايما هيبقى السؤال أو المشكلة الأساسية هي صلاحية الرقم القومي أو صلاحية جواز السفر، واللجنة العليا الحقيقة يسرت هذا الأمر بأنه الرقم القومي الغير ساري المنتهي الصلاحية قابل لأنه هو يستعمل في العملية الانتخابية طالما أنه مكان السكن داخل جمهورية مصر العربية، فالحقيقة ده سهل الأمر كتير. بالنسبة للتنقل، خلي بالك الولايات المتحدة دي
50، احنا بنقول عليها الولايات المتحدة الأمريكية كدولة، لكن هي في الحقيقة 50 دولة في بعض، فأكيد هيبقى في صعوبة في التنقل. علشان كده الأيام جمعة سبت حد، السبت والحد أجازة. على فكرة التنقل داخل ما بين الولايات الساحل الشرقي تنقل سهل، ما هوش صعب يعني، وما هوش مش سريع، لا سريع. واللي فهمه كمان انه في بعض اعضاء الجالية كتير، عدد كبير، قرر ان هو يجمع نفسه في اتوبيسات تنقل مجموعة كبيرة جدا، فدي كمان حاجة تدعو ليه يعني الفخر بصراحة، يعني انه المواطنين المصريين انضباطهم وانتمائهم الوطني بيدفعهم لان هم يعني كمان مش يتصرفوا كافراد، لا ده نجمع نفسنا ونروح في اتوبيسات. فان شاء الله يعني توقعي انه العدد كمان الجمعه هيبقى يفوق ما كنا متوقعينه في يوم عمل في الولايات المتحده. بشكرك سعاده سفيره، وان شاء الله اتواصل معاكي بكره بقى، ان شاء الله يكون يعني الوضع اختلف ونشوف المشهد بصوره مختلفه ان شاء الله. اهلا وسهلا. ارجع للدكتور نشأت بعد اذن حضرتك. فضل. يا فندم تفضل. تفضل يا فندم. تفضل يا فندم. الو استاذ نشأت، برجع لك بقى مره تانية، كلمني انت بقى عن الجاليه واصدقائنا هناك، يعني الدنيا بدات تتجمع ازاي؟ احنا حاليا مع حضرتك هنا من الداخل، وبعض نصوص اللجنه والبعض الناخبين الموجودين معانا بيطلب اصواتهم، كل واحد بياخد الكارت بتاعه التصويت. وطبعا سياده السفيره شايف زي ما حضرتك هي بتسهل كل الامور للمواطنين في عمليه الانتخاب. في عمليه غرفه مغلقه وكل واحد بيصوت زي ما هو عايز في الغرفه اللي تنفرك، زي ما حضرتك شايفها ورا البارتيشن هناك موجود. انا شايفك. شايف. طيب يعني استاذ نشأت، انا هتعبك بقى، انت موجود بكره بقى تروح برضو السفاره حتى لو اديت صوتك النهارده؟ لا احنا موجودين لاننا مندوب سياده الرئيس سنة. تمام خلاص، يبقى ان شاء الله بكره هتواصل معاك برضو، او زميلتي هبه هتتواصل معاك برضو، ويعني نشوف برضو الحضور بقى ايام الاجازه هيبقى عامل ازاي. الحضور هيبقى بكره كبير جدا، واول ما يكون في حاجه هبلغ الاستاذ هبه اساس نكون مسجلين حاجه ونبعتهم لحضرتك. خلاص بشكرك يا استاذ نشأت، شكرا جزيلا، ودايما منورنا ومشرفنا، واهلنا في امريكا منورين الدنيا كلها. شكرا ليك. ايه رايك؟ شوف الدقة في حتى في كل شيء، في ما فيش حاجة بتسابق يعني. لا لا يعني زي ما كنا بنتكلم، هم محضرين نفسهم ومجهزين. المصريين اختلفوا طبعًا. وده الاستثمار اللي لازم كمان الدولة تنتبه له. ان المصري دلوقتي مش زي المواطن المصري دلوقتي جوه البلد وبراها بشكل خاص، مش زي قبل 30 يونيو. مهتم، حتى لو انشغل مهتم، حتى لو مهاجر مهتم، حتى لو مسافر وعنده شغل مهتم. وخد بال حضرتك كمان انه التراكم اللي وصل الناس للمنظر ده اللي احنا فرحانين بيه صحيح، ده برضو نتيجة جهود الدولة. ما تنساش انت الدولة عندها وزارة متخصصة، وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج. ما تنساش الرحلات اللي بتتم ليهم، ما تنساش شبابنا اللي بنجيبهم من هناك في مؤتمرات هنا، ما تنساش فكرة التأمين اللي اتعمل لهم، فكرة تسهيل إجراءات التجنيد. فكرة، ودي بقى الأهم طبعا، ان اي مواطن مصري واحد بيحصل له اي حاجه في اي بلد كانت الوزيره بتروح مباشره عشان تحلها وتشوفها. دي حقيقة. الحاجات دي كلها بتخليك حاسس انت كبني ادم ان انت مش عندك بس قيمه كانسان، لا ده انت دولتك اللي ربما كانتش تعرف اسمك ان انت مهاجر غير من خلال خروجك من المطار. صحيح. لما جرى لك حاجه وزيره جت عشان تحل لك مشكلتك.